من حين لآخر. لكن بداية دعونا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدكتور طارق محمد الحسن، استشاري العلاج النفسي. بحييك وبقول لك مساء الخير دكتور طارق. مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله. السلام على المشاهدين، إن شاء الله نكون خفيفين عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرض الاكتئاب واحد من الأمراض اللي بيصيب فيها كبيرة من المجتمع، سواء كان داخل السودان أو خارج السودان. فمرض الاكتئاب هو يقسم على قسمين، في مرض الاكتئاب الذهاني اللي هو بيرتبط بالمخدرات العقلية، وفي مرض الاكتئاب العصابي اللي هو النفسي زي ما حسيت تفضلت تكرمتي حدثتي. مرض الاكتئاب العقلي ده بيصيب التفكير بتاع الإنسان وبيصيب الإنسان بصورة مباشرة وبيأثر في حياته، فبيضطر طبعا احنا سواء كان مرض عقلي أو نفسي بننصح دائما المبادره الاولى انك تسوق الانسان توديه للدكتور. اكيد. طيب حنتكلم اخيرا عن الاكتئاب. عن الاكتئاب بالتاكيد منى. ودكتور طارق، احنا بنلاحظ انه في حياتنا اليوميه ويعني العاديه بنلاقي زول بيكون زهجان بيقول لك انا مكتئب، انا عندي اكتئاب، يعني بمختلف العبارات اللي هو بيستخدمها، فطوالي بيقول عندي اكتئاب. فهل الاكتئاب هو الزهج الموجود ده؟ والاكتئاب هو انسحاب من المجتمع. يعني احنا عاده مثلا عندنا في الجامعه في الشغل فينا الواحد يقول لك انا مدبرس. ايوه. يعني اللي هو الدبرس دي ما هي الاكتئاب. في اكتئاب لحظي عرضي. اللي هي انت بتكون عرضي، بتكون زهجان من الشغل، بتكون يعني عندك نوع من الاحباطات، بتكون حاجه عرضيه. الاكتئاب بمعنى مرض هو اللي بيأثر في حياتنا. يعني بيأثر في حياتنا، ما بيخلينا نمشي الجامعه، بنسحب، بيجي بقعد في البيت، مصاب بحزن متواصل، ببكاء متواصل، بيأثر في مقدراتي سواء كان مقدراتي العملية أو مقدراتي الذهنية. ده اللي هو بيسمى مرض، وبيستدعي أنه تدخل الدكتور عشان تعالج المريض بتاعي، اللي هو بيأثر أصلا بيأثر في تكويننا أو في حركتنا أثناء الحياة اليومية. الشخص المريض، معلش عفوا، هل هو بيولد باكتئاب؟ انا بس دايره لاني في البدايه قلت المعلومات، او بيكتسبه من البيئه اللي حوالينا؟ هو اصلا الامراض الذهانيه بصوره عامه عندها نوع من الوراثه. يعني عاده احنا المريض الذهاني لما نيجي في المستشفى، او المريض النفسي بصوره عامه لما نيجي في المستشفى بترجع هي بيقول لها تاريخ العائله. التاريخ النفسي. التاريخ النفسي للعائلة، بتشوف في مرض نفسي في العائلة ولا ما في؟ لأنه نوعا ما الوراثة بتخش في الحتة دي. بعد ذاك بتجي الوراثة، ما هي كل شيء، الإنسان أصلا بالوراثة بيولد عنده التهيئة الجينية أنه يصاب بمرض ما. بعد ذاك بتجي الأشياء الثانية أو الحاجة، التربية، الأسرة، التفكك الأسري. يعني إحنا دائما بنركز على أنه يعني الترابط الاسري بيعني لنا الضمان النفسي لنشأة الطفل السوي، التعافي يعني. نعم. الطفل نحن عارفين بدايه حياته بيرتبط بالعالم حوله او العالم الخارجي، تكوين شخصيته وسر الوالدين عن طريق الوالدين سواء كان الام او الاب. اي اضطرابات بتحصل داخل الاسره تنعكس في الطفل، بالنهايه بتنشأ لنا طفل مهتز نفسيا، غير واثق في مقدراته، لقدام بيكون معرض او بيكون عنده قابليه لانه يصاب بمختلف الامراض النفسيه من ضمنها الاكتئاب. طيب دكتور طارق، لو وقفنا هنا في يعني احنا عرفنا الاسباب اللي ممكن تكون عندها عوامل كثيره سواء كانت بيئيه او خاصه بالتربيه ايضا منى، لكن عايزين نعرف الاعراض اللي ممكن تظهر من خلال الاعراض الظاهريه. يعني اعرف انه ده عنده اكتئاب زي ما انت ذكرت الانعزال وكده، فهل اي انعزال مثلا اي سبب من الاسباب اللي ممكن تكون حزينه، يعني هل ممكن اسميه اكتئاب؟ وكيف اقدر اقنع الشخص المكتئب انه يمشي للدكتور؟ بأي طريقه؟ وشوفي، ما انه الانسان حصل له انسحاب كامل من المجتمع، قفل على غرفته، بقى يبكي بصوره كامله بصوره مستمره، حصلت له مشكله في يعني عاده احنا دائما ناس الاكتئاب يعني سواء كنا الذهانيين او الحاجه اعراضهم بتكون واضحه، ما بتستدعي يعني انه الناس تفتش كثير، لانه بيكون واضح بيحصل له اول حاجه فقدان للشهيه كامل تحصل له، او مرات
بيكون بياكل بكميات ضخمه من الطعام، او مرات ياكل شرسه بصوره شرسه شديده، او يفقد الشهيه، تحصل له اضطرابات في النوم، بتحصل له اضطرابات في الوجدان، في التعامل مع الناس، يعني ممكن يتقفل في حته واحده يقعد بالساعات، ممكن يسمع اغاني حزينه بصوره متواصله، مش بيسمع بالذات، ممكن يتقفل يقعد ساعات بدون ما يردد كلام او يتكلم مع زول، حتى انت لما تتكلمي معاه اجابته نحن بنسميها الاجابه الفوتوغرافيه، يعني جذب على قدر السؤال. طيب دكتور احنا هنقف معك لحد النقطه دي ونتواصل معك من بعد ما نستقبل التليفون ونقول الو. الو الو مرحبا. ايوه معك نعمات حسن. نعمات معاكي دكتور طارق، يعني ممكن تسأليه وطوالي. هاي تفضلي. تفضلي دكتور. الو يا دكتور. وعليكم السلام، كيف حالك نعمات؟ مرحبا. انا عندي طفل عندي توحد. نعم. ويعني الحاله دي عامله لي يعني مشكله، ويعني ما قادر يعني انا اقول لك يعني على تصرفاتي في البيت و يعني بقيت اقل ما وظيفه فيه، ويعني يعني ما اقدر اقول لك شيء. نعم نعم. فانا بقى عندي في الحته دي يعني الحته دي قدام، يعني توصلني لوين يعني مثلا ولا. وشكله الطفل عامل ماثر فيك نفسيا، لانه صوتك حزين كذا يبدو عليه. هو عنده زي 7 سنين. ايوه كويس. بالنسبه لاطفال التوحد في مراكز خاصه بال والله انا وديته مركز معانا ده كده بس اقدر اوصل المعلومه دي للناس. وديته المركز و ايوه يا نعمة اتفضلي. يلا لما وديته مركز في تحسن؟ صغيرين صغيرين بيواصلوا معاه فانقطع كده، وهو انقطع وبقى يبكي شديد وبقى يعني الحته دي وصلت فيه مشكله شديده خلاص، يعني انا عندي اطفال وما قادر يعني اوصل صوتي لاي زول، ولا قادر وعيان ما عرفت يعني انا عيانه نفسيا ولا، وحتى اطفالي ما شديد في مفروضين شديد في يعني بيقفلوا المجموعه على الاخوان الاكبر منه 2. طيب نعمات تسمع الدكتور لو عنده لك اي سؤال يعني خاص بانه مشكلتك هي بالضبط شنو؟ انت اخذ فتره قدر ايه في المركز اللي وديتيه له؟ اي كان هناك ومشى كويس لحد لما جاب في مدرسه وما بيتكلم لكن يتدفق. نعم نعم. لكن حصل لنا انه ما قدرنا وصلنا في النادي وبقى قاعد في البيت ويبكي هو داري يمشي المركز وما قدرنا وصلنا، يعني انا الحته دي لحد صحتي اعترفت وما بقدر اكل وبساهر بالليل. ما قدرتي معلش ما قدرتي تواصلوا لمشكله ماديه ولا؟ مشكله ماديه يعني ما قدرنا نتعلم مليون ونص في الشهر. نعم. وطبعا الناس اطفال التوحد ديل بيحتاجوا لرعايه ورعايه متواصله. نعم متواصله دائما في رعايتهم فيها جزء كبير من الماده يعني. نعم دايرين ناس في ناس هالمراكز دي لانه في ناس متخصصين ومفرغين اصلا لرعايه الناس التوحد لانه بيحتاج لرعايه متواصله. نعم يعني نعم. ف يلا اي سؤال ثاني يا نعمات؟ اي سؤال للدكتور؟ بس يعني ضر اعرف حالتي دي يعني احتاج امشي دكتور نفسي ولا يعني حتكون الحاله بالنسبه كويس. انا بخلي لك عندي تليفوني اتصلي بي كويس، نحن ننسق مع بعض بعد ذاك نشوف نعالج المشكله كيف ان شاء الله، ما في مشكله يا نعمات. دقيقه انا طيب اخذ التليفون. طيب نعمة تاخذي الرقم من الكنترول حيدوكي رقم الدكتور ان شاء الله، وخذي رقمك وحيرسلوا لك الرقم ان شاء الله. شكرا لك كثير. نسمع من الدكتور طارق. ايوه ان شاء الله ربنا يوالي وبالعافيه ان شاء الله يا رب. هي الواضح انها متاثره جدا، اهم شيء انها نفسيا كده تحاول تتماسك عشان لا نطفل التوحد. طبعا بالنسبه لوالدين مشكله التعامل معه مشكله، داير عنايه خاصه وداير رعايه خاصه، والمشكله انه رعايته مكلفه بالنسبه للمراكز، فاغلب الناس ما بيقدروا يواصلوا لانه ماديا بيكون عنده يعني الظرف الاقتصادي والظرف اللي هنا ما بيقدروا. طيب سقفه عالي شويه. طيب بتنصحها بشو؟ بنصحها والله كده انا داير اقابل اشوف مدى المشكله. طيب في علاقه بين التوحد والاكتئاب؟ والله هو اصلا ناس التوحد ديل ما اصلا هي مساله بتولد بها الطفل كويس، يعني من البطن هو بيكون معروف انه بيكون معروف وبيكون مقلق عنده الذاتيه، بيكون مقلق على نفسه. لكن ناس الاكتئاب عاده بيصاب اكثر حي بيصابوا بالاحباط او بالاكتئاب اللي هو الوالدين للتعامل. طيب احنا في اتصال ثاني ناخده ونرجع نتواصل. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم مساء الخير، نتعرف عليك. معك احمد عبد الله. اتفضل سؤالك للدكتور. ايوه
يتفضل معنا دكتور طارق محمد الحسن استشاري العلاج النفسي، اي سؤال له فيما يخص الاكتئاب النفسي؟ نعم، بس انا عندي مشكله كده يعني تفكير، بفكر كثير كده يعني. التفكير ده اثر في 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 نشاطك، اثر في خلاك قعدت في البيت؟ نعم والله، بس انا يعني بالليل لما نجي انوم يعني يكون تفكيري كثير، يعني حتى انه نهار بقدر انوم يعني بالساعه 12 واحد. نعم نعم، بتتقلب يعني بترقد من الساعه مثلا 10 بتاخذ لك زي 3 4 ساعات ما بتنوم؟ نعم مظبوط. بتتقلب، ايوه كويس. شغال انت؟ والله يعني نعم، انا كنت طالب بدري في الجامعة وحاليا شغال يعني خلص الدراسة. كويس، مواصل في شغلك ما اتقطعت؟ نعم. الأكل كيف؟ بتاكل كيف؟ والله يعني كويس يعني في الأكل. ها؟ بس مشكلتك اضطرابات في النوم مش كده؟ نعم. خلاف ذلك في حاجة؟ والله يعني طبعا اضطرابات النوم جزء من اعراض الاكتئاب. طيب سواء كان الاكتئاب الذهاني او الاكتئاب النفسي. يعني عاده التفكير الكثير، نحن التفكير بنقول عاده التفكير بيقود الانسان للانسحاب. كثره التفكير والتفسير الخاطئ. يعني الخيال الواسع شديد. الخيال الواسع. الانسحاب من شنو بالضبط؟ من المجتمع يعني؟ من المجتمع. كويس، انا اديك مثال بسيط للتفكير الخاطئ او الانسحاب بيقود لها مرحله. طيب. يعني انا ماشي في الشارع قابلتك انت. كويس، عندي مثلا عدم ثقه في النفس. طيب. او عندي اضطراب نفسي، بكون ماشي في الشارع بلاقيك انت بتفكري في شيء ما سلمت عليه. كويس، مزعوج او مشغول. انا طوالي بفسرت عدم السلام ده معناه انت عندك راي فيني. كويس، فبدل واصل انا اكون ماشي الشغل بقوم بيحصل لي اضطراب. عاده الاضطراب بينعكس داخليا، بقوم متوتر، بقوم برجع البيت بخلي الشغل شيء مؤلم. لكن فبقعد بفكر زولة دي ما سلمت علي، انا غلطت معاه في حاجه، كلام بالشكل زي ده. بعد ده بيتكرر الموقف كم مره، بيتكرر انا بيحصل لي انسحاب. قدر ما يحصل لي انسحاب انا المشكله بتتفاقم داخليا بالنسبه لي انا، لمن تصل مرحله انه بيحصل لها زي التعميم كيف، انا بقوم بقعد في البيت لانه بفتكر انه الناس دي كلهم عندهم راي فيني انا. واذا بيحصل لي انسحاب كامل، بعد شويه بخش في حاله بتاعت اكتئاب، اقعد ابكي في البيت، اخلي الشغل او اخلي الجامعه. كويس، تاثر في النوم بتاعي، تاثر في الاكل بتاعي، تاثر في التواصل بتاعي مع الناس. طيب لا علاقه بالحساسيه بتاعت الانسان يعني من مكونات شخصيته؟ مثلا زول حساس مسمينه انه زول ذو حساسيه عاليه شويه. والله نوع هي اصلا عندها ارتباط نوعا ما بالشخصيه. تتذكر كان في حلقه كان تكلمنا على الشخصيه الانطوائيه والشخصيه الانعزاليه. نعم، الشخصيه الانطوائيه هي اكثر الشخصيات قابليه للاصابه بالاكتئاب. ليه؟ لانه اصلا التكوين النفسي بتاعه او التكوين بتاع الشخصيه بيكون قابل يعني بيميل للوحده، ما بيميل للاختلاط مع الناس، عكس الناس الثانيين. في نفس الوقت علاقاته بتكون ديب، يعني تكون عميقه، تكون مثلا بيكون عنده نفرين ثلاثه زي اصحابه. صح ممكن يتعرف على كثير من الناس لكن عنده علاقات خاصه، عكس الناس الانبساطيين اللي هم علاقاتهم بتكون منفتاحيه. فده لما يتعرض لمشاكل او اضطرابات في حياته طوال بيحصل له، لانه بيحصل له انعزال لطبيعه الشخصيه بتاعته. بيحصل بيقعد في البيت ينضب حظه لا من يخش في حته بتاعت اكتئاب. الاخ المتصل قبل شويه عفوا، اكيد هو منتظر الان، هو المفروض يعمل شنو يعني؟ هل بتاعه شنو؟ يقابل طبيب ولا؟ والله لو قابلني يكون افضل برضه، قد التليفون خليه يجي يقابلني انا في المستشفى. الافضل انه يقابل. طيب دكتور طارق، عرفنا مع بعض الاسباب بتاعت الاكتئاب وكمان عرفنا الاعراض بتاعته، عايزين نعرف شنو هي النشاطات اللي ممكن الانسان يمارسها في حياته اليوميه بصوره يعني لو كانت متواصله او يعني اسبوعيه او شهريه ممكن تقيلي من الاكتئاب او تخفف بالضبط. انا بس في نقطة انبه لها في الاعراض بتاعت الاكتئاب، وهي دائما بتميز لنا مرض الاكتئاب من الامراض اللي هي دائما ناس الاكتئاب سواء كان الذهانيين او سواء كان العصابيين واللي هم النفسيين. كويس، اللي هم عندهم بتكون دائما مرافقان افكار انتحاريه. الناس الذهانيين الخطوره بتاعتهم ممكن ينفذوا الفكر، الواحد طوالي بيكون عنده تفكير انه انا داري انتحر وانه انا فقدت معنى الحياه، يعني بيكون فقدت المعنى بتاع الحياه.
طوالي بتلاقيه بيتكلم انه انا داري انتحر وانا انا داري اقتل، كلام بالشكل زي ده. الخطوره بتاعته انه الذهان ممكن يطبق المساله دي في نفسه. برضه بتلقوه في الناس اللي بيتعرضوا لاكتئاب نفسي بتلقاهم بيتكلموا عن الموت بصوره اكبر، انه انا رح يموت وانه انا كده. فعشان كده الذهان بيتجرد ما يبدا يصرح لك انه انا داري انتحر، طوالي باسرع فرصه ممكنه تودوه للطبيب النفسي لانه ممكن ينتحر. جميل. طيب يا دكتور طارق، يعني احنا في يمكن في ظل تناول هذا المرض اللي يمكن هو يمكن يكون خطير وهدام لشخصيه الانسان اللي ممكن تكون فعاله في المجتمع، انا هرجع وهسالك سؤال لكن ناخذ تلفون مره ثانيه انقطع. يعني الاكثر الفئات اللي ممكن او الاعمار اللي انهم يعني يصابوا بالاكتئاب في حياتنا العاديه. وطبعا اكثر الفئات وللاسف الشباب لانه بيكونوا مقبلين على الحياه وبيكون يعني اول حاجه الشخصيه بتاعتهم ما تقول ناضيه بما فيه الكفايه اللي تقابل المشاكل اللي بتعترضها. نعم. يعني بيصير يعني من مرحله تعتبر المراهق 18 21 لحد 35 سنه اللي هم ديل اللي هم مقبلين على الحياه، عندهم امال عريضه، عندهم اشياء داري يحققوها، فمساله الاحباطات اللي بتعترضهم بتخلي عند الشباب يعني؟ نعم. نساء ولا رجال؟ يعني شابات ولا شباب؟ والله عام، وعاده الاكتئاب يصيب الشابات اكثر من الشباب بالمناسبه. يعني عاده في الفئه تحت النساء بيكون اعلى. شايف المصور بيضحك. نعم. اكثر من الرجال، الرجال مع انه احنا عندنا برضه في الموضوع البيت بتنضج اكثر من الرجل. لكن لانه هي بتتاثر يعني البنات حساسه. نعم حساسه، بتتاثر شديد بالمشاكل اللي بتحصل. بالنسبه للتكوين العاطفي اللي هو اكثر من الرجل ممكن يطلع عنده اصحابه يعني يحصل له زي تفريغ. دمهم بارد اصلا. نستقبل مع بعض اتصال. ايوه تفضلي. السلام عليكم. تفضلي منو؟ مرحبا. معك مين؟ منو؟ معك مين؟ مين؟ اهلا بك، تفضل سؤالك للدكتور. احنا بنتكلم عن الاكتئاب النفسي. والله انا عندي اكتئاب شديد. تفضل اسال الدكتور. دكتور معك مباشره. ايوه والله عندي اكتئاب شديد وما بخلينا انوم. نعم. مؤسف. ايوه قول. سببه عارفه، يعني انا زول عندي صديقين مخلص له للنهايه لكن ما بلقى نفس الاخلاص اللي بديه له. يعني انت شنو؟ عندي صديقي بخلص له لدرجه بعيده يعني. ايوه. وما بخلص له نفس الاخلاص اللي بخلصه له. يعني الحته دي ما شديد، اذا اديته نصيحه ما بتقبلها مني، واذا شاكرني ما بدي احتفل له وانا بمشي احتفل له. نعم نعم نعم. الاكتئاب بتاعك ده مأثر في نومك؟ نعم. مأثر في النوم؟ بتنوم كيف؟ أنا والله بيأثر علي في النوم، بفكر كثير في الشغل، بقول الزول ده ليش بتعامل معاه كده بالرغم أنا بتعامل معاه كويس، يعني حاجة زي كده. نعم. طبعا المساله زي دي اللي هي التفكير هو اللي بيقود. يعني انا حاسس قريب للمساله اللي ضربته، حاسس لانه بيتعامل معه بصوره ممتازه وهو بيتعامل معي بصوره ما كويسه، اللي هي بتقول لشنو التفكير انه انا اعمل معه شنو او انا عملت له شنو. دي بتقوم تاثر في نومي انا، وبتاثر في صحتي، وبتاثر في حتى ممكن تاثر في اتصالي مع الناس. بعد شوي بيبتدي يبتعد عن الناس، بعد شوي بينقلق على نفسي، لا بنخش في حاله بتاعت اكتئاب. فزي دي عاده انا يعني عاده بفكر بشوف التفكير الايجابي بالنسبه لي شنو في تعاملي مع الشخص ده. ممتاز. لو شعرت بأن نعم. وانا حاليا بعد العلاج انا ما بقدر اتكلم عليه وهو ما بقدر اتكلم عليه، انا بكون عايز من روايه اتكلم عليه لكن بقول عزتنا بقوم ابعد منه. نعم. وانا يعني نصحته في موضوع كده معين وقام بعد منه، هسه قريب فتره شهر ولا حاجه، دي الحاجه المعرفاني وانه انا ما قادر اعمل شنو في النهايه يعني. في النهاية يعني طبعا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أكيد. نعم. أن إحنا دايرين إنك تواصل فيه. أنت طبعا بديت في موضوع خير، أنك أنت أول حاجة نصحت الإنسان ده وما مشى بنصيحتك، لكن في النهاية أنت ما ملزم تخليه يمشي بالنصيحة بتاعتك، أنت نصحته لكن يتعامل معه بنفس الصورة، يعني هو كصديقك يتعامل معه بصورة كويسة بدون ما تأثر فيك نفسيا. صحيح. يعني ما تفتكر انه هو ما سلم عليك انت ما تسلم عليه عشان تتاثر انت نفسيا بالحته دي.
يعني انت ابدا بالسلام واعتبر انه قدمته له نوع من العمل الخير ان شاء الله. وقد ترتاح نفسيا اذا هو بدا الحياة. نعم ترتاح نفسيا. صحيح. جزاك الله خير. شكرا لك، شكرا للمتصل. دكتور طارق، احنا وصلنا معك لنهايه فقره الاكتئاب، لكن قبل عايزين يعني نبشر مدام نعمات اللي هي اتصلت قبل شويه وقالت عندها كان ضائقه ماليه بسبب العلاج اللي بيتلقاه طفلها بسبب مرض التوحد، فاتصل فاعل خير من ابو ظبي وهو متكفل بالمبلغ اللي بيخص الطفل ابنها. لكن احنا بنطلب منها يعني هو كتر خيره جدا وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناته، بنطلب منها انها تتصل مره ثانيه بالقناه وتخط رقمها او تجي في مباني القناه بالرياض عشان الناس تقدر تتواصل معاها وان شاء الله تصل المبلغ ان شاء الله تم التبرع. اكيد ده حال كل السودانيين اللي هم يعني بيوفوا مع اخوانهم في نعم الخير في وفي امتي الى قيام الساعه. ربنا جعل لها الفرج يعني ان شاء الله. الحمد لله. شكرا لك كثير دكتور طارق محمد الحسن استشاري العلاج النفسي، وده كان حديثنا عن الاكتئاب.